كل واحد فينا من موقعه ازاي يعمل دوره وطني خالص من غير ما يبقى مقموص وزعلان. يعني عايزين نعملها حاجه حلوه قوي يا جينا، عجبتني جدا كلمه مقموص وزعلان. أيوة، في ناس بيحسسني انه متخانق مع مراته، دي مصر يعني. يقول لك لا انا مش رايح، اصل انا مش عاجبني اللي يا ابني دي مصر. بالظبط، دي مش مراتك هتكيد فيها، ولا صاحبك في الشغل حلفت عليه بما انت نازل، دي مش مراتك هتحلف عليها بالطلاق، دي مصر. هي دي الفكره، انت مسؤول، ما تعيطش بعد كده، ما هي لو وقعت هتقع فوق دماغك ودماغي ولا مؤاخذه دماغ دينا كمان.